واو، وصلنا ل او رح نبلش صباحنا باولى فقراتنا الصباحيه، حيث تؤثر الحاله النفسيه للام على الطفل في مختلف مراحل العمر، وخصوصا العمر الذي يسبق دخول المدرسه وما بعدها، وذلك بسبب نمو الادراك لدى الطفل واستيعابه لما يحيطه من احداث. لنحكي عن اهميه الحاله النفسيه للام وانعكاسها على اطفالها. بنرحب الأستاذة نغم طربي، أخصائية اجتماعية نفسية. أهلا وسهلا فيك نغم، صباح الخير. أهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يعني موضوع يمكن جدا مهم اليوم، قديش فعلا الحالة النفسية للأم بتأثر على شخصية طفلة ومن خلال تربيته. خلينا نبلش واحدة واحدة. طبعا. فعليا قديش بتلعب دور نفسية الأم بتربية الطفل؟ قديش بيكون في جزء من تكوينة شخصية الطفل؟ طبعا. هو جزء لا يتجزأ من شخصية الأم. هلق لا شك انه الحاله النفسيه لاي شخص موجود بالعائله عم بياثر على المستوى العام، فكيف اذا كان هذا الشخص هو الام يلي هي الطفل، هي قاعده الاسره، والطفل بيعتبرها الكون باكمله، هي اول خليه بتنمو، اول خليه بينمى الطفل بحضنه. فأي انفعال أو أي تصرف أو تعبير أو أفكار عم بتقوم فيها الأم، الطفل عم يشعر فيها. حتى لو هي التعبيرات حاولت الانفعال، حاولت أنه هي تمسك نفسها وما تغضب مثلا، ما تعصب، لكن الطفل رح يشعر بهذا الموضوع. والأم يلي دائما متوترة ومنفعلة عم بيكون ابنها مشاغب، مشاكس، فوضوي، مو منظم ابدا. فهون نحن هذا الموضوع عم ينعكس على الطفل بكل الاحوال، باي حتى اذا كانت ام ايجابيه عم بيكون الطفل ايجابي. هلق مو بالضروره اذا كانت الام دائما متوتره وعندها ضغط نفسي يكون الطفل ضعيف مثلا او متردد او عنده خوف. في كثير اطفال نحن بنشوفها عندها قوه شخصيه، يعني دائما بتقاوم الاذى اللي هي عم تتعرض له. بس كيف؟ انه هي بصير في عندها عناد. يعني كثير من الامهات بتسال انا ابني ليه عنيد، ليه ما بيسمع كلامي؟ طب ما هو عم بتكون رده فعله طبيعيه، وهو عم بجاكر الام بهي التصرفات انه هو بصير عنيد ما بيسمع الكلام. هون الام عم بتزيد عصبيتها وعم يرتفع صوتها بزياده. فدائما نحن بنقول انه حاله الام النفسيه عم بتاثر 100% على نفسيه الطفل. صحيح. فانا لحتى اكون هلق بغض النظر عن الامهات يلي معهم شهادات، وبغض النظر عن التحصيل الاكاديمي اللي هن عم يحصلوا عليه، لكن بضل التعليم الذاتي هو اهم تعليم ممكن تتعرض له الام. يعني ما تجي ام تقول لي انه انا ما بعرف بالتربيه، انا ما بعرف، لا، هي خبره حياه. أنا لما بيصير عندي ولد لازم كون دائما كون قوية، كون سيدة نفسي، كون سيدة الموقف، أعرف كيف بدي أتصرف مع أولادي. لما بشعر بأنه أنا في عندي ستريس، في عندي ضغط، فأنا لحالي ببلش نهاري مثلا أنه أنا اليوم بقوم لازم كون رايقة، لازم كون أتحمل هي الضغوط يلي ممكن أتعرض لها من قبل أطفالي. هي ليه هي بتكون عصبية على الأطفال؟ لأنه هي أساسا معرضة للضغوطات بشكل عام. لك ما فينا ننكر نحن الشيء اللي نحن عم نتعرض له، الضغوطات، الحياة اللي نحن عم نعيشها. لكن إذا كل حدا فينا بده يجي يقول أنا عندي ضغط نفسي مثلا، أو حالتي النفسية مو مرتاحة، ما عم بعرف أتعامل مع ابني، وفلان بده يقول نفس الكلام، فلان بده يقول نفس الكلام، طيب تربية الولد على مين؟ أنا هذا الشيء اللي بدي ركز عليه. نحن معلي أي حدا فينا عنده ضغط نفسي وأي حدا عنده مشاكل، لكن بدنا نكون واعيين بخصوص تربية الطفل. يعني أنا بدي تكون نفسيتي مرتاحة كرمال أنا أعلم ابني بطريقة صحيحة، بطريقة إيجابية. الطفل لما هو عم ياخذ من امه هذا الضغط، هذا الستريس اللي هي عم بتعيشه، بده يطبقه على الاطفال. يعني هو ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يعبر، اساسا هو كان موجود ضمن هاي الاسره ما عاشر اشخاص ثانيين برا، فهو الشيء اللي عم بيشوفه من الام عم يطلع بيطبقه على الاطفال برا. وهلا بدنا نحكي عن الاب ودوره الاساسي بهذا الموضوع، لانه اكيد ما بنحمل الام المسؤوليه كامله، الاب له دور كثير اساسي ومهم بهذا الموضوع. تماما. لكن نغم، خلينا نحكي عن دور الاهل في تحسين الحاله النفسيه للام
وبالحفاظ على التوازن بالأم. يعني الأم هي كل شيء بإيدها، يمكن هو مرتاح أكثر. وخلينا نحكي عن تأثير الأب بعالم الطفولة وبالعواطف وبتكوين الشخصية. هلأ دور الأب كتير أساسي، يعني هي رسالة بدي أوجهها لكل الآباء، انه الام دائما، هلا اكيد مو ما عم بيجي مع المراه ضد الرجل، لا اكيد، بس نحن لما بننظم امورنا بننظم الشيء اللي نحن بدنا نقدمه للطفل، بنوزع بالتساوي بين الرجل وبين المراه، بصير الحمل اخف على المراه. يعني نحن بوقتنا هذا المراه والرجل عم يشتغلوا، وهن الاثنين مسؤولين عن تربيه الاطفال، فنحن نحاول قدر الامكان لحتى تكون عندنا اسره متفاهمه. لازم الأم الأب بيكون مريح نفسية الأم، لأنه إذا منلاحظ الأم إيمت بتصير، إيمت بتعصب، إيمت بيصير في عندها ضغط نفسي من الأب، لأنه عم بيأثر عليها بطريقة سلبية، عم بيكون دائما في توتر بالبيت، دائما في عياط، دائما صراخ، وهذا الشيء عم بيأثر على الطفل. دائما بنحكي انه الاب حتى لو كان عنده ضغط، حتى لو كان عنده مشاكل، ما عليه، خلينا نقدر نفصل كل اب وام. اذا بيفصلوا بين مشاكلهم برا والضغط اللي نحن عم نعيشه، رح نعيش بطريقه افضل من الطرق اللي هلا نحن عم نعيشها. بس كيف فينا نقول هي اليه بنت؟ يعني هلا في كثير الناس عم تشوفنا وتسمعنا بتقول بس الظروف كثير قاسيه، يعني ما فينا ننكر قديش انعكاسها على حياتنا كلياتنا الاجتماعيه والشخصيه وبالعائله بالمحيط، ضغوط صعبة اقتصادية، لهيك حتى الأب والأم بتلاقيهم عم يشتغلوا شغل واثنين وثلاثة، فبتلاقي هي الفسحة الصغيرة بالعائلة، يمكن أحيانا الولد بيكون عملية تفريغ للأم أو للأب. طب ما هذا أي مشكلة كتير كبيرة، بس كيف بدنا نقول آلية الضبط رح تكون؟ يعني كيف فيني أنا أمشي خطوة خطوة لأقدر أنا أضبط أعصابي، أقدر أتعامل مع طفلي لأكسب إنه يكون عندي طفل بشخصية سليمة نفسيا؟ أي مشكلة عم بتصير برا البيت أو أي مشكلة حتى لو بتصير، نحن شو عم بيصير معنا؟ إنه نحن كل مشكلة بتصير أو المشاكل الزوجية عم بتصير أمام الأولاد. طيب هلا كمان ما بدنا نحكي لأنه البيوت صارت صغيرة، الأولاد ما عاد التزمت بأوقات النوم، كمان ما بدنا نحكي مثالية، بس نحاول قدر الامكان انه نحن نتمالك اعصابنا. يعني انا لما بدي افكر بالولد، بدي افكر بالنتائج السلبيه يلي صارت مع الطفل. يعني انا شو بعد بينفعني اذا انا عصبت مثلا، اذا عنفت المراه امام الطفل، اذا وجهت له كلام سيء، فهذا الشيء كله رح تنقله للولد. لا ما عليه، خليني اتمالك اعصابي، نبلش شوي شوي، منمرن نفسنا على هذا الموضوع، بنمشي خطوة خطوة لحتى يصير عندنا نتائج جيدة، ونحكي انه هذا الضغط الكل عم بيعاني منه، وكثير في ناس بتعاني من ضغوط لكن بتقدر تفصل بين مشاكلها وبين تربيتها لأطفالها. نغم، خلينا نحكي ايضا عن علاقة الأم العاطفية بانفصالها الأول عن ابنها وخروج ابنها إلى الروضة، إلى يعني أي مكان هي لازم تلجأ له لحتى تروح وتستمر بحياتها العملية. تمام. الانفصال الأول، الحالة النفسية، قديش كمان الحالة بداخل المدرسة أو الروضة كمان بتلعب دور بتكمل العاطفة عند الأم؟ طبعا هلق انفصال الطفل عن الام بانه يطلع على المدرسه مثلا على الروضه بالمرحله الاولى هو يعتبر الفطام الثاني فينا نسميه للطفل، لانه الفطام الاول هو انه الطفل يوقف عن الرضاعه الطبيعيه. المرحله اللي هي بتبلش بتكون صعبه على الام اكثر من الطفل، فانا اللي بطلبه من الام لما بدها تدخل الطفل للروضه، اول شيء نحن شو بنساوي؟ مو فورا بروح باخذ الولد وبحطه بهذا المكان. دائما عندي انا قبل العام الدراسي بنعمل اسبوع، هذا الاسبوع بتجي الام تصطحب الطفل للمكان، مو بالضروره تضل معه لانه في كثير اولاد بتندمج فورا، لكن خوف الام على الطفل عم ينقل هذا الخوف للطفل، وبالتالي عم بيخاف من وجوده بهذا المكان مع أشخاص هو ما بيعرفهم. هذا الموضوع، هذا الأسبوع كتير بيريحنا، بيريح المسات وبيريح الأهل كمان، والطفل بيبدأ بحب المكان، بحب الألعاب، بحب الأشخاص الموجودين حوله، بيبدأ بيكون صداقات. لما بينقل الطفل، لما بيحدث الأم عن هذا الموضوع والأمور اللي حدثت معه داخل الروضة، عم بيخفف
هذا الخوف عند الأم. فكتير حلو ما عليه تكون جريئة بهي الخطوة، لأنه الطفل وجوده بالبيت ما عم بيسلي، ما عم بيفيده، ما عم يعطيه أشياء يتحسن سلوكياته. لا ما عليه ندخله لهذا المكان، وتكون الأم، يعني أنا لما بحط ابني بهذا المكان بدي يكون واثقة من كل الأشخاص الموجودين بهذا المكان. الطفل بالنهاية عم يحكي، عم ينقل كل شيء عم بيصير معه، فأنا هون بكون مطمنة على طفلي وبيروح الخوف تدريجيا، بيروح الخوف. طيب خلينا نحكي يمكن قديش فعليا مشاعر الأم تؤثر على شخصية الطفل. يعني كثير بنسمع مثلا أم بتقلك أنا طول حملي كنت كثير عصبية، طلع الولد عصبي، تلاقي أنا كتير عاطفية، الولد كتير عاطفي، أنا كتير مثلاً حساس، تلاقي أنا بيطلع حساس. ضبط المشاعر يعني لحتى أنا ما يكون الولد المشاعر تأثر فيه بشكل كتير كبير. يعني هي المشاعر جزء كتير مهم بحياتنا، بس أحياناً المبالغ فيها بالتعاطي بيأثر على شخصية الطفل. طبعاً هلق الجنين بمرحلة الحمل ما بيكون منفصل على العالم الخارجي، هذا الشيء اللي نحن لازم نعرفه طبعاً. فأي شيء، أي تأثيرات أو أي شيء بيصيب الحالة النفسية عند الأم تدريجياً أو بشكل تلقائي رح يوصل للطفل. فهو الحالة البيولوجية للأم رح ياخدها وتنتقل للطفل بكل الأحوال. لما منشوف نحن الأطفال، في عندك أمهات عفواً بفترة الحمل عم بيكون في عندها ردود أفعال متكررة. يعني أنا ما في يقول إنه الأم من أول ما بتزعل الطفل ممكن يصيبه اكتئاب طبعاً. أو ممكن لا، تكرار الانفعال عند هاي الأم عم تنقل للطفل. فكتير أمهات بتتفاجأ إنه ابني عصبي، أكيد رح يكون عصبي لأنه أنت بهاي الفترة كان عندك كتير ضغوط، كانت الحالة النفسية من بكاء، من حتى الحالة الإيجابية بتنتقل للطفل. فنحن نكون كتير حريصين بهذا الموضوع. فترة الحمل بنهاية الشهر الرابع وبداية الشهر الخامس بصير الطفل بيسمع، خلينا نستغل هاي الفترة ونصير نسمع الطفل، ما علينا نحكيه. هلق في أمهات بتقلك إنه أنا ما بحب هذا الشيء، لا ضروري كتير إنك أنت تحاكي الولد، تسمعيه موسيقى هادية، تكوني معه دائما على تواصل وهو جنين. فلما بيكبر لاحظوا كتير من لما عملوا تجارب إنه الأطفال اللي كانت أمهاتهم الأجنة اللي كانت أمهاتهم عم تحاكيهم بفترة الحمل، لما كبروا صار تحصيلهم التعليمي أكثر من الأطفال اللي هن أبداً ما كانت الأم تحكي معهم. فهذا الشيء كل شيء بتتعرض للأم عم ينتقل للطفل بكل الأحوال. تمام. لكن خلينا نحكي، يعني حكينا مراحل يكون الجنين والطفل، وبعدين حكينا مرحلة انفصاله بمرحلة الروضة. خلينا نحكي مرحلة المراهقة، هي أخطر مرحلة يمكن طبعاً. إذا ما كان الولد مؤسس كتير منيح المراهقة هي بتكون أخطر مرحلة بحياة الإنسان. خلينا نحكي اليوم إذا كان مشبع عاطفيا من ناحية الأم من ناحية طبعاً. الأب، هذا الولد كيف بده يكون عنده هذا التوازن، لأنه فترة المراهقة ما فيها توازن أبدا، كيف فيه يكون حاله، كيف فيه يبلش يأسس أو يختار مستقبل حتى لو هو بعده بالمدرسة ويكون صح بين رفقاته، وخاصة إذا شاف مشهد خاطئ. هون هي الثقة، كيف الأهل لازم يكونوا زارعين لحتى يعرف يتخلص، يرجع لعند الأهل ويستشيرهم بهي الأخطاء اللي هي عم تدهور الأولاد. طيب هلق نحن بالبداية لما نحن أسسنا الطفل بطريقة صح وعرفناه أنه لأنه الولد بشو بيتأثر أكثر شيء؟ بيتأثر بالمشاكل الزوجية. أنا بجي لعند الولد وبعرفه أنه المشاكل الزوجية اللي عم بتصير، طبعاً عم نحكي عن الغير متكررة واللي ما بتوصل لمرحلة من الصراخ وهي الأمور، الخلافات عم بتكون هي بناءة بهي العلاقة مو مدمرة. يعني هذا الشيء بدنا نشرحه للولد، دائما الخلافات هي شيء كتير حلو لأنه عم بتخلينا ننتهي من موضوع ونتفاهم على موضوع ونعطي قرار بهذا الشيء. أنا أسست الولد صح وطلع وصل لسن المراهقة، بالمراهقة في كتير تغيرات بيولوجية بتطرق على الولد. يعني حتى لو أنا كنت مؤسسة صح في كتير أمور رح تغير هذا الطفل. دوري أنا هون بأنه أنا أعرف كيف وجه بطريقة صحيحة، استوعب الولد. يعني أنا دائماً بقول الصبر دائماً مع هدول الأطفال، مع هدول الأشخاص ضروري، لأنه أنا ابني رح يجرب
ورح يطلع ورح يفوت، رح يشوف كتير أنماط من الناس، رح يعاشر كتير، لكن رح يرجع للصواب في حال أنا ربيته بطريقة صح. يعني أنا ابني مثلا إذا بيجي بيسألني ماما ممكن جرب هذا الشيء، ممكن أعمل، أنت ما فيك ترفضي رفض تام، لأنه هون كل شيء ممنوع مرغوب. فأنا إذا بدي أرفض بشكل تام هون الطفل رح يروح يجرب من وراي، بالنهاية هن رح يجربوا كل شيء ويطلعوا ويشوفوا. أنا هون بدي يكون كتير واعية بهذا الموضوع، أنه أوكي فيك تجرب، بس أنت بهذا العمر كتير صغير لحتى تجرب، ممكن توصل لمرحلة معينة قادر تجرب كل شيء، قادر تعمل كل شيء، لأن الواحد لازم يجرب لحتى يتعلم من هاي التجارب. نبتعد عن العصبية، عن الصراخ. يعني أنا ابني لما بيجي عامل أي مشكلة ما بدي أجي يزيد المشكلة مشكلة بعياطي بصراخي، لا، خليني استوعبه. طفلي رح يروح، يعني أنا إذا ما سمعته رح يروح لعند أشخاص تانين. ما بعرف شو النصائح اللي ممكن يعطوه للطفل، ممكن هن لا يأذوا له نفسيته أو يفاقموا المشكلة أكبر من أني أنا إذا أنا وجهته. لا بالعكس، بحتضن طفلي، بخليه قريب مني، بخليه يجرب، ما عليه، خليه قدام عيني. وهون يمكن الأب بيلعب دور كتير كبير بهي المرحلة، دوره كتير مهم يعني للأب. جدا لما يكون هو داعم، وممكن أحيانا تلاقي مثلا انه قدرت اكسب طفلي بمرحله المراهقه، كون رفيقه، كون سنده، فهون هي علاقه تشاركيه. ايه، الطفل دائما بيسال ابوه انه انت بهذا العمر شو كنت تعمل، شو كنت تساوي. فهون دور الاب كثير مهم بهذا الموضوع. يعني انا ما بيجي بعمل انه انا الاب المثالي اللي ما كنت اغلط، ما كنت اعمل، ما كنت ساوي، لا، ما عليه. انه عرف، خلي الولد رفيقك، لانه طالما صارت هي العلاقه بيناتكم علاقه المحبه، فالولد رح يصير. طبعا نحن ما فينا، في خطوط لازم ما نتخطاها، في خطوط الاحترام بالمحبه بين الاب والابن. يعني صحيح انت رفيقي، بس لكن في خطوط ما لازم نتخطاها، في امور لازم دائما نلتزم فيها. كل هي الامور بتساعدنا حتى نحن بنكون مرتاحين. يعني ما بنضلنا بهذا التوتر والخوف انه ابني طلع ما بعرف لوين راح، راح مع رفقاته مثلا، ما بعرف على اي مكان راحوا. يعني انا لما بكون معاطيه الثقه لابني هو رح يجي يحكي. وكثير بتصير صحيح. لما بيشعر انه انا معه وانا ما عندي مشكله لكن ضمن الحدود، بيجي وبيحكي، حتى لو كانوا مخطئ باي شيء بيجي وبيحكي لي. فنحن دائما نكون اصدقاء لاطفالنا، وخصوصا بهي المرحله الخطيره اللي بتخلي الولد ممكن ينحرف، ونوصل لمرحله ما نقدر ان نجيب الولد لنحنا، لانه بتصير كثير صعب. تمام. نغم، خلينا نحكي كمان عن علاقة الطفل بالموبايل ويمكن الأمراض النفسية الكتيرة اللي عم تصير، السلوكات الغلط اللي عم تنشأ عند الطفل من وراء استخدام الموبايل. اليوم عاطفة الأم اللي هو موضوعنا والموبايل، يعني أكيد العاطفة هي أحسن، وأنك أنت تضميه وتلعبيه، أنت تعطيه هي العاطفة خلال اللعب هو أحسن من أنه يمسك الموبايل. تماماً. خلينا نحكي اليوم عن مساوئ التكنولوجيا الحديثة، إن كان تاب، إن كان موبايل، حتى إن كان كمبيوتر. هذا أخطر شيء ممكن عم نتعرض له بوقتنا اليوم، لأنه هذا الموضوع عم بيمس كل بيت وكل طفل وكل أم. والضغط اللي نحن اللي عم تعيشه الام عم بتخليها انه خلص خذ الموبايل والعافية، وبعدين لما بتخلص شغله وامورها بتجي بتاخده. لا، انا بنصح كل ام انه تربيه ابني وصحته النفسيه والاجتماعيه وكل شيء بخص الطفل هي مسؤوليتي. يعني الطفل ما رح يعرف بهذا الموضوع. كثير من الاولاد بترفض انه لا خلص انا بدي ضلني، وبيضلوا ساعتين وثلاثه على الموبايل، حتى هن ما عاد اجتمعوا مع العائله. يعني هن موجودين ومو موجودين معنا. ما عليه، بطلب من كل ام واب ورسالة صدقا، خلينا نحن نتعامل كلنا، نكون إيد واحدة نتعامل مع هذا الموضوع بجدية. نخلي للولد، ما نمنعه عنه، نخلي وقت نص ساعة، من ربع ساعة لنص ساعة كل يوم وبس. وحتى في ألعاب عم بتأثر على الأولاد، غير أنه هنن عم يأذوا عيونهم، غير أنه هنن ما عم يتواصلوا، حتى ما عاد يحكوا كلام مع الأهالي، ما عاد في نقاش، ما عاد في حوار، في ألعاب كلها حتى بتحرض على العنف وعلى عادات كتير. تماماً، عم بتعلم الأولاد أمور كتير سيئة. فنحن ما عليه، خلينا نراقب أطفالنا، حتى لو الولد عمره 14 و15 سنة، لا، مو غلط يعني نمنعه عنه. يعني إذا نحن لقينا ما في نتيجة بين أنه هو ما سمع مثلاً ربع ساعة
أو نص ساعة صار بده أكثر، ما علينا نحاول الحرمان، الحرمان شيء كثير حلو، أنا بحرمه من الأشياء اللي بحبها لحتى شوي يقوم سلوكه، لحتى نحسن من هي الأمور، لأنه ظاهرة كثير سيئة، يعني بنكون نحن بجمع لازم يكون كثير يعني بالهم طويل وبدك تعتبري والتعامل هون كمان. طب أنا ما بحل المشكلة، لازم تكون حكيمة، لأنه نحن حتى قضية الصواب والعقاب عند الأهل تمام. للطفل كمان بتكون مختلفة، يعني أحيانا بتنعكس على الحالة العاطفية، يعني الأب والأم أحيانا بيعاقبوه على شيء سيء لأنه معصبين ولا لأنه رايقين ممكن هيدا الفعل يمر، فهون تلعب كمان النفسية دور كتير كبير. تماما، أنا إذا بدي أمشي على مزاجي بتربية طفلي فالطفل رح يطلع فاشل 100%، فأنا ما علي خليني أتحكم بمشاعري، أتحكم بكتير من الأمور بخصوص هذا الموضوع لحتى أنا بس أحصل على نتيجة لحتى أنا أكسب ابني بالنهاية. تمام، لكن مواضيع اليوم كتيرة كلها بتخص العاطفة. بالختام نغم، خلينا نحكي اليوم العاطفة بحياتنا قديش مهمة، كنا كبار وكنا صغار، والتأسيس العاطفة داخل كل حدا فينا من نحن وصغار قديش مهم لنجاح حياتنا بالمستقبل، وإن كانت إن كان بالبيت بالمدرسة بالشغل وبأي مرحلة من حياتنا العاطفة نحن اليوم كتير بحاجة لها. طبعا، والمحبة، الطمأنينة، الحب، الرعاية، الطفل بحاجة لها، كلها مفاتيح بتخلي الطفل يشعر بالأمان معنا. الشعور بالأمان هو شيء كتير حلو، مو بس ضمن الأسرة، ضمن بالمكان اللي بيكون موجود فيه، بالروضة، بالمدرسة. بنلاحظ كتير إنه الطفل كيف بيحب المادة أو كيف بيحب المكان بالأشخاص الموجودين، لأنه هو حب الأشخاص الموجودين، حب يتعامل معهم، بصير بيتقبل منهم أي شيء. فكتير حلو إنه أنا دائما مع أني أنا تابع الولد بشكل تربوي، كمان حلو أني كمل معه، حسسه بالأمان، حسسه بالحب، بالرعاية، كرمال أحصل على طفل عنده حنية بعيداً عن القسوة. أكيد بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا، ومثل ما قلتي هي شوية ضبط للعواطف وشوية صبر ممكن نتحكم بانفعالاتنا، قديش فعلياً نحن بنساهم بإنشاء شخصية نفسية سليمة لأطفالنا. شكرا كثير لك. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا كثير لك.